باختصار شديد. هذا الكلام السابق يجرنا أيضا إلى مسألة أخرى، وهي علم الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، الوقف والابتداء قد يكون له بعض الصلة بعلم التجويد، لكن أساس الوقف والابتداء أساس علم التفسير، أساس علم التفسير. ولذا لا نحبذ أن يدرس المبتدئون الوقف والابتداء لفراغهم من التفسير. نعم قد يأخذون بعض الأمثلة على الوقف والابتداء، الوقف المناسب، الوقف غير المناسب، قد يأخذون بعض الأمثلة التي تبين لهم أن المعنى قد يختل. إذا وقفنا عند ويل للمصلين مثلا قد المعنى يختل، ولكن كدراسة شاملة لكتاب الله لا تستطيع أن تبدأ طالبا للعلم في بداياته بالوقف والابتداء إلا فقط تنبيهات عامة خفيفة، لأن الوقف والابتداء ينبني على التفسير. فمثلا وما يعلم تأويله إلا الله، راسخون في العلم يقولون آمنا به، هل أقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو أكون قد أخطأت؟ لأن يذكر أن بعض المفسرين كابن عباس يروى عنه أنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم، يذكر ذلك، لكن السند أنا ما حررته. لكن أقصد أن الوقف ينبني على معرفة، ينبني على معرفة المعنى، ينبني على معرفة معنى التأويل. مثلا على قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذا وقفت عند قوله لعلكم تتفكرون، قد تكون واحد من إخواننا يقول الوقف عند رؤوس الآية هو شأن الرسول، معنى الحديث بهذا السند الحديث أن الوقف عند الرؤوس هو هدي رسول الله فيه مقال، الحديث بذلك فيه مقال. فقد يقول قائل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يحسن أن أصل وأقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، عفوا بعدها، فتكون المعنى مكتمل عند لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أما إذا قرأت لعلكم تتفكرون وبدأت الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة، المعنى قد لا يكون مستقيما عند كثير من أهل التفسير. كذلك أئمة مساجد كثر، أئمة مساجد كثر يبدأون كما أشار أخونا عمرو حفظه الله بقول الله تعالى في الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهذا البداية غلط. إن الذين سبقت لهم منا الجنة، الحسنى الجنة على رأي كثير من المفسرين إحدى المعاني، أولئك عنها ستفهم أنه أولئك عن الجنة مبعدون، فيكون المعنى قد اختل. فكيف تقول إن الذين سبقت لهم منا الجنة أولئك عن الجنة مبعدون؟ لكن إذا سبقت الآية ووصلتها بالتي قبلها وهي قول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، اتضح لك أن أولئك عن النار مبعدون. لكن كونك تبدأ الركعة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، خربت الدنيا بهذه الطريقة. وكذلك الفزلكات التي خرج بها بعض الإخوة الذين يعني بما أصفهم فزلكات كما وصفهم الشيخ أحمد الله يحفظه المعصراوي،
يعني أحيانا مثلا يأتي أو غيره أو غيره حتى لا أنسب الكلام إليه فقط. يعني مثلا أقول القائل القراء الشباب الجدد الذين تخفون دماءهم شوية سبح اسم ربك الأعلى، واكتمل المعنى، يرجع يقول الأعلى الذي خلق فسوى، بتحدث أحيانا إخلالا في المعنى. المعنى يعني الأعلى الذي خلق فسوى، ما هو المعنى اكتمل، سبح اسم ربك الأعلى جملة اكتملت بأركانها، لكن يرجع ويقول الأعلى الذي خلق فسوى، هل قرأ بهذه الطريقة الرسول عليه السلام؟ لم يرد مثل هذا. فكان من شأننا لما سمعنا بعض الأئمة في مساجد كبيرة جدا معروفة في العالم كله يتفزلكون في ذلك، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، يرجع يعيد ويقول الطارق النجم الثاقب، معنى قد يختل في هذا المقام. وما أدراك ما الطارق، تعظيم لشأن الطارق، ما ورد النبي كان يرجع ثانية، وإلا لو كان كذلك لقال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق الطارق النجم الثاقب، لكن ما قيل هكذا، المعنى اكتمل. فالوقف والابتداء في الحقيقة يعني علم أغلبه على علم، بل كله على علم التفسير. قد تكون هناك بعض الأمور متعلقة تعلقا خفيفا بالتجويد، لكن هو في الأصل مبني على علمك بالتفسير، ومن ثم تستطيع أن تقول يحسن الوصل أو يحسن الوقف. حتى العلامات في القرآن، قلي صلي ميم وقف لازم لا تقف إلى غير ذلك، منشأها على علم التفسير. ونحن نقرأ التفسير مثلا، قد ترى في الآية الواحدة عدد من الأقوال لأهل العلم صحيحة كلها، وقد تحتمل نعم الوقف اللازم في الغالب، مسددون من وضعوا علامات الوقف اللازم في الغالب هم علماء تفسير، يعني يفترض أنهم علماء من علماء التفسير، لأنهم ما يضعون الوقف اللازم إلا حيث علموا أن المعنى سيختل إذا وصلت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، أمثلة كثيرة جدا في هذا الصدد، لقد أمثلة كثيرة في هذا الصدد. فالشاهد أن علم الوقف والابتداء ينبغي أن يكون مرتبطا بماذا؟ بعلم التفسير. فهذا كان من اللازم بيانه، لأن وجدت الآية التي بين أيدينا يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن جاءت بموضوع آخر غير قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وبموضوع آخر غير التي تأتي بعدها يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، فهذه في العدد وهذه في موضوع وتلك في موضوع آخر، والله تعالى أعلى وأعلم.